ألف مبروك، فوز مهم بيؤكد فيه النادي الأهلي صدارته للدوري منفردا، وبيقرب خطوة أخرى لدرع الدوري. ان شاء الله ما فيش خوف على الدوري باذن الله، النادي الاهلي يحصل على الدرع، ولكن زي ما انت بتقول هي خطوات تاكيد، خطوات تاكيد، فوز بيجيب فوز بيجيب فوز، وشايف النادي الاهلي بيكسب بكل سهوله الحمد لله. معظم فترات المباراه الشوطين الاهلي مسيطر على 90% من زمن المباراة. صحيح. الشوط الثاني نفس السيناريو اللي ماشي في الشوط الأولاني، يعني استحواذ شبه تام، نص الملعب بقيت مسيطر عليه تماما، السولية وديانج ومروان عطية، وبتضم لهم بيرسي تاو وحسين الشحات، ولما حتى نزلت التغييرات بأحمد عبد القادر وشريف مكان كهربا بتوصل للجون بسهولة. ولكن في فترات من المباراة النهاردة كان فيها فقد الكرة في أوقات بسهولة شوية، يعني دي بس اللي كانت متاخدة. الحاجة التانية اتخلق لنا أكتر من خمس ست فرص، قدرنا نجيب واحدة بس منهم اللي هي بتاعت حسين الشحات، راحت له وتصرف فيها بهدوء كعادة حسين الشحات، داخل ال 18 بيبقى هادي، رقص كويس وحطها في الزاوية الضيقة صعبة على بسام. لكن انا معاك، انت يمكن كنت بتسال الكابتن شريف على اهدار الفرص، طبعا النهارده فعلا عدد كبير من الفرص كان فيها اهدار بسهوله، يعني كان ممكن يبقى تركيز فيها اكتر وتستغل بصوره اكبر من معظم الناس يعني، وبالذات كهربا يمكن جات له كورتين ثلاثه على مدار المباراه يمكن كان مستعجل فيهم، ايضا بيرسي تاو كورتين جولو وشريف عملهم له، الاولانيه سهله جدا برضو، شاط بقوه جدا من داخل ال 18، مش محتاجه بس بطن رجله في زاويه او كان قريب قوي منه، قريب وما فيش حد ضاغط عليه. صحيح. الثانيه شاط ماشي ضربت في العارضه وطلعت، غير في كوره برضو الهاني سهله جدا، راح كويس قوي اخترق من ناحيه اليمين. صح. وبسام لعب على انه هيلعب بالعرض وساب الزاويه الضيقه، هو صمم يلعبها بالعرض وطلعت كورنر، كان بسهوله يحطها في الزاويه الضيقه، ففي فرص مهدره. لكن انت خدت المطلوب من المباراه اللي هي الثلاث نقاط، اطمنت على معظم اللعيبه الاساسيه اللي هي غالبا يعني 90% منهم او اذا كانوش 100% هيلعبوا الناس ديت لما ينضم لهم بس واحد زي حمدي فتحي، ممكن لو رغم النهارده طبعا مصطفى شوبير عمل ماتش كويس وماتش هايل وكان ثابت واخرج اكتر من كوره بشكل كويس، لكن طبعا واحد زي الشناوي لو رجع، ممكن حمدي فتحي، ممكن ياسر ابراهيم، ادي الثلاث عناصر اللي ممكن يضافوا على العناصر دي. فانت اطمنت على معظم الاساسيين اللي هيلعبوا بنسبة 90% أو أكتر مباراة الوداد الأولى والتانية، أداء كان سريع، ولكن قلت لك يمكن الشوط الأولاني كان في استعجال، يعني هو سريع في سرعة في الأداء عالية وكميات جري كبيرة، ولكن كان في جزء من الاستعجال في إنهاء الهجمة في الكرة قبل الأخيرة، يمكن الكرة من الحاجات القليلة اللي التصرف فيها جوه ال 18 كان هادي، اللي هو كره الهدف. صحيح. حسين وقف كعادته بيوقف ويفكر كويس وبيشوط باتقان، بيجيب جون بكل اتقان يعني. لكن مجمل المباراه النادي الاهلي اخطر، الشوط الثاني اتفتح قوي للفرقتين. صحيح. يعني حتى على النادي الاهلي في الهجمات المرتده اللي عليه كان نص الملعب مفتوح رغم الجهد الكبير اللي عمله مروان وديانج، ولكن كان في اندفاعات قدام كتير، فنص الملعب كان مفتوح شويه، لكن تعامل محمد عبد المنعم ومتولي وبالذات محمد عبد المنعم اللي هو من نجوم اللقاء النهارده في مواقف كتيره جدا خطره بيستخلصها بكل بساطه، ويعني هو محمد عبد المنعم نضج كتير جدا ومن اهم اللعيبه اللي في مصر في المكان ده، يمكن بس شويه ساعات بيزود شويه في الكره، لكنه
طبعا من مميزين جدا النهارده في اللقاء. مصطفى شوبير ايضا اجاد في الكوره. طبعا انا بقول لك مصطفى شوبير اجاد وطلع اكتر من كوره ومن من نجوم اللقاء. في اكتر من لاعب من نجوم اللقاء، لكن لما نيجي نختار واحد في الاخر طبعا هنبقى يعني نقول مين من وجهه نظرنا. ايه 3 4 هتقول؟ ما طبعا انا هقول لك 3 4 اكيد وهختار منهم الواحد، لكن بصفه عامه النادي الاهلي كان احق، فرصه اكتر، سيطرته على الماتش اكتر، فيستحق اللقاء. صحيح. وبالتوفيق ان شاء الله في مباراه الوداد، لكن النهارده مباراه يعني جيده من حيث انك انت اطمنت على معظم الناس اللي كانت. صحيح.